بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين مشاهدينا متابعينا الكرام. أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير وبركة، وأرحب بحضراتكم أجمل وأطيب ترحيب مع هذه الانطلاقة، انطلاقة رابع الأشواط الخاصة بفئة القعدان اللقاية المهجنات الأصايل، مسافة الخمسة كيلومترات الحاضرة معنا هنا في ميدان السوان في إمارة رأس الخيمة ضمن فعاليات هذا المهرجان الكبير، مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يحفظه الله ويرعاه من كل سوء ومكروه. نتابع مجريات وتحديات هذا الشوط ومباشرة مع المركز الأول مع المقدمة ومع الصدارة ومع التحديات الأولى مشاهدينا متابعينا الكرام، لنتابع الوصول والانطلاق. العاصوف للسيد منصور بن عبد الله بن ضاعن الغفلي من يقدم لنا انطلاقة العاصوف، من يحتل المركز الأول بينما المركز الثاني الحضور هنالك مع الدبلوماسي علي بن جمعة السويدي هو القادم في هذه اللحظات على مستوى المركز الثاني، بينما المركز الثالث القدوم هنالك والانطلاق مع ثالث التحديات مع كايف سعيد بن ضحي بن خليفة الكعبي هو القادم محتلا لثالث التحديات. المركز الرابع الوصول مشاهدينا متابعينا الكرام مروح محمد بن علي بن مطر بورقيبه الخاطري من يقدم لنا انطلاقة مروح. المركز الخامس الوصول مع الفارس سالم بن هاشم بن عبد الله الشامسي بينما القدوم والتحديات مع مصوب مطر بن عبد الله بن خليفة الاكتبي شعارك بن دلموج القادمون على مستوى المركز الخامس، بينما المركز السادس مشاهدينا متابعينا الكرام الوصول والانطلاق مع الفايز علي بن خلفان بالشاوي الغفلي من يقدم لنا انطلاقة الشاوي يحتل المركز السادس. المركز السابع مرزام راشد بن سالم بن سعيد بن حلوكه من يقدم لنا انطلاقة مرزام في هذه اللحظات على المركز السابع والمركز الثامن. وصل الجارح مبارك بن سالم بن راشد الاكتبي من بدأ يتقدم بدأ يتسلل في هذه اللحظات، ولكن بدورنا نتابع الأسماء القادمة هنالك على مستوى المركز الثامن جلمود جمال بن راشد بن كاسب المسافري من يقدم لنا جلمود على المركز التاسع. المركز العاشر الشاعر للسيد مطر بن عبد الله بن مطر المسافري هو القادم على مستوى المركز العاشر. هكذا هي النتيجة للعشرة المراكز الأولى في ندائنا الأول لهذه الأسماء ولهذه الشعارات المميزة، العودة إلى المقدمة، العودة إلى الصدارة، إلى الانطلاق الأول، إلى التحديات الأولى، إلى التغيرات التي طرت وجرت على مقدمة الشوط. كايف على المركز الأول سعيد بن ضحي بن خليفة الكعبي من يقدم لنا كايف على أول التحديات، ولكن الأسماء القادمة التي بدأت بالتسلل بدأت برحلة البحث عن الناموس وعن الفوز والانتصار وعن تصويب الهدف. هذا مصوب مطر بن عبد الله بن خليفة بن دلموج الاكتبي قادما في هذه اللحظات متسللا الى اول التحديات منطلقا نحو الصدارة ونحو المقدمة. المركز الثاني الحضور مع جلمود جمال بن راشد بن كاسب المسافر يتواجد على مستوى المركز الثاني. المركز الثالث الجارح مبارك بن سالم بن راشد الاكتبي من يتواجد في دائرة التحدي ودائرة المنافسة على المركز الثالث. المركز الرابع الحضور مع كايف سعيد بن ضحي بن خليفة الكعبي قادما على مستوى المركز الرابع. المركز الخامس مشاهدينا متابعينا الكرام شاهين علي بن خصوني الاكتبي، وأول نداء لشعارك بن خصوني من يحضر بهذا الأداء المميز، ولكن القدوم
القدوم. نتابع جميل علي بن جمعة السويدي هو القادم في هذه اللحظات. شعار بن سبت من يقدم لنا جميل جميل جميل، بدأ يتسلل بدأ يتقدم بهذه الانطلاقة المميزة. جميل على المركز الأول علي بن جمعة السويدي، من يقدم لنا جميل بن سبت على المركز الأول على صدارة هذا الشوط. المركز الثاني الحضور مع جلمود، جلمود على المركز الثاني، جمال بن راشد بن كاسب المسافري من يقدم لنا جلمود على المركز الثاني. المركز الثالث القادم والمنطلق في هذه اللحظات مشاهدينا متابعينا الكرام، الجارح مبارك بن سالم بن راشد الاكتبي من يقدم لنا الجارح، والقادم شاهين علي بالخصوني الاكتبي من يقدم لنا شاهين، ولكن القادم الصارم سيف بن نايع بن سالم الاغفلي. يا سلام، بدأ يتقدم الآن، بدأ يعلن عن حضوره المميز وأيضا الوصول والانطلاق مع مدهم سالم بن سعيد بن عجيد الاكتبي. بدأ يتقدم الآن، بدأ يتسلل أيضا المنطلق في هذه اللحظات مرموق عبيد بن راشد بن سيف الشعالي العليلي. مشاهدينا متابعي الكرام، العودة إلى المقدمة، العودة إلى الصدارة، إلى التحديات الأولى. الله الله على هذه الانطلاقة الكبيرة والمثيرة، الصارم الصارم سيف بن نايع بن سالم الاغفلي من يتقدم على أول التحديات والانطلاقات مع الصارم 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 سيف بن نايع بن سالم الاغفلي. من يتقدم الآن، من ينطلق على المركز الأول على التحديات الأولى؟ الله الله الصارم الصارم الصارم. وجولة التحديات، جولة الأوامر الأخيرة، الأربعمائة متر الأخيرة والخطيرة. يا الصارم الصارم مع الفوز والانتصار، سيف بن نايع بن سالم الاغفلي. أبناء اللبسة يحضرون بهذا الحضور المميز، الميتين متر الأخيرة يا الاغفلي، تسعيرة هجن الرياسة في الانتظار. سلامي على هذا الأداء الكبير، الأمتار الأخيرة وصلت الأسماء، ولكن الاغفلي بطل لهذا الشوط، الصارم الصارم سيف بن نايع بن سالم الاغفلي. سلام يا اللبسه سلام، وسلام يا بيات سلام على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني وصل على ثاني التحديات مشاهدينا متابعينا الكرام، الجوهر علي بن سالم بن علي الاكتبي. والمركز الثالث، المركز الثالث وصل مشاهدينا متابعينا الكرام الرهاوي عبد الله بن نايع الشاوي الاغفلي. والمركز الرابع، المركز الرابع الفارس احمد بن هزيم بن محمد المسافري. والمركز الخامس كان الوصول مع نايف عبد الله بن ماجد بن سعيد بن عبد الله المسافري. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام انتهت مجريات وتحديات هذا الشوط. تهانينا والناموس لمالك الصارم سيف بن نايع بن سالم الاغفلي على هذا الفوز والانتصار، هنيالك هذا الناموس الغالي. نتابع هنا لحظات الاعاده، لحظات التوقيت الزمني 7 دقائق 22 ثانية، 9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. بينما المركز الثاني الحضور مع الجوهر علي بن سالم بن علي الاكتبي بتوقيت زمن 7 دقائق 24 ثانية، 5 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث كان الوصول والتحديات مع الرهاوي عبد الله بن نايع الشاوي الاغفلي بتوقيت زمني 7 دقائق 24 ثانية و6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس.